استضعاف الله من بعض هذا التزم على بأن وقعت كارثة في القبيلة، التزم على بأن آخر عملية ديال هاد المشاكل لدرجة بأن تحكم البرلمان، لدرجة التزم إذا وقعت شي حادثة بحال هذي غنكتب الانتقالة ديالو، ما دوناش 6 شهور تتكرر العملية. ولهذا خلينا نقول الاشكال الحقيقي اللي عندنا في البرامج اللي ما كتنساش هاد الغنوض ديال الصفحه الجديده ديال المشاريع الكبرى. واحد الحاجه المشاريع عفوا مدير عام الوكاله مدير الوكاله لا مدير اسمعني لا غير الاشكال اللي كاين في المستقبل لا غير عفوا فيما يخص هادشي ديال البرنامج اللي قلت لك